بدي بقول لهم كل عام وانتم بألف خير، هنن الأول والأخير. يعني لولا الجيش العربي السوري أكيد ما كانت الحياة مستمرة، وأنا أخت شهيد ورحمة لكل الشهداء، وكنا بنتمنى يكون آخر شهيد، بس نتمنى البقاء للباقيين، وإن شاء الله الوضع بيكون أفضل بسوريا. إن شاء الله كل عام والجيش العربي السوري بخير، والأمي كلياتها بخير، إن شاء الله يكون خير على الوطن كله. كل عام وأنتم بخير، والله يعيده علينا وعليكم وعلى سيادة الرئيس، ويفرج على هالبلد أهم من كل شيء. كل عام وأنتم بخير، والله يحميكم ويحمي كل الجنود، والله يرحم الشهداء. كل عام وهم بخير، الله يحميهم ويحمي الجميع. إن شاء الله يظل جيشنا زخر لهذا الوطن. كل عام وجيشنا بخير وقواتنا المسلحة بخير، والله ينصرون على الإرهاب. كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله بتحرروا كامل الأرض وبترجع لسوريا الحبيبة منتصرة بقيادة رئيس بشار حافظ الأسد. كل عام والجيش بألف خير يا رب، وقائدنا بألف خير، الله يحميهم يا رب ويكون معهم كل خطوة يخطوها، والله ينصرهم ويكون معهم قويون على الأعداء. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير والقائد بألف خير.